السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا في تجربة حياة دلوقتي من وسط الظلام الدامس زي ما احنا شايفين دلوقتي، النور قطع واحنا مشغلين دلوقتي على الانفرتر. اسرك كده النور احمد عايز لك هنا الموجود هنا. احنا دلوقتي شغالين على الانفرتر نفسه، تمام؟ الانفرتر احنا شغالين عليه دلوقتي زي ما احنا شايفين كده. احنا دلوقتي شغال على الانفرتر، الانفرتر بتاعنا اهو تمام، موصلينه بالبطارية تمام، ومن الخارج بتاعه رايحين على حيطة عندنا. طبعا ده الدخل بتاعه موجود كده على طول، لان انا عامل توصيلة معينة، عامل توصيلة معينة عندي على السكاكين عندي تمام. ومجرد ما انا هبدأ، طبعا انا محمل دلوقتي المحل كله عليه، كل السكاكين مرفوعة دلوقتي، انا محمل هنا اللمبة كلها على الانفرتر تمام، كل اللمبة تمام. في ممكن نشغل كمان الشاشة لو حبينا، طبعا في لاب شغال برضو متوصل، بس انا الشحن هنلاقي ايه، الشحن متوصل وعلامة الشحن بلوك ده ان تمام شايفينها. لو بصينا على ايه تاني هنا، طبعا في لون جوه شغالة، ممكن كمان نشغل التلفزيون نضيفه عليه بكل سهولة جدا. ايوه احنا كده شغلنا كمان التلفزيون، هيشتغل معانا دلوقتي تمام. احنا كده كمان شغلنا التلفزيون والمحل كله شغال عليه زي ما احنا شايفين. طبعا النور قاطع حوالينا، والناس معظمها اللي حوالينا شغالين بالمكن، الصوت والعادم والبنزين والكلام ده كله. الجهاز ممتاز. طبعا احنا شغالين على 2 كيلو هنا، ده 2 كيلو، ال 1000 كيلو شغلنا كل ده، 1000 كيلو هيشغل كل ده تمام. لو شغلت 1000 كيلو لو جربته هيشتغل، لكن انا مشغل عندي 1000 كيلو، في عندي طبعا 1000 كيلو 1000 واط، اسف 1000 واط تمام، في ال 1500 واط تمام، في ال 2000 واط، ده التلاتة اهو، ده التلاتة بتاعه، وفي ال كمان ال 2000 واط اهو هوريهولكم تمام، وده ال 2000 واط تمام. الجهاز ممتاز ممتاز جدا الحمد لله، عامل تارجت مبيعات عندنا جميل جدا، وشغال ممتاز مع كل اللي اشتروه، بل بالعكس في اكتر من واحد اشترى وجابه سواء لي او لبيته او لجاره او لاخوه، والحمد لله شغال معانا ممتاز ممتاز ممتاز. واي استفسار ان شاء الله تقدروا تتصلوا بينا على تليفوناتنا الموجوده لشركه اوتوران، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.